وأن الحرب الحالية فرضت علينا. تحية للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. أحاوث قوات الدعم السريع على صبرهم وتضحياتهم وجسارتهم في القتال. نحترم حرية الإعلام وندعو جميع وسائل الإعلام إلى التحري المصداقية والشفافية في نقل المعلومات. تحية للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لجهودهم من أجل الشعب السوداني. الشكر لجميع الدول الشقيقة. نهني المملكة العربية السعودية على نجاح القمة ونشيد بمخرجات القمة